افتح لي الباب. كيف هالمكان؟ بتمنى تكوني غنيتي منيح. أنا آسف، هالمكان بشع، لهيك حبيت إني أمزح معك لحتى تنبسطي. بوريس زهارياس، تفضلي. شوفي، رح تطالعني؟ صدقيني لو المفتاح معي لكنت فتحت لك الباب هلأ وطالعتك، بس للأسف المفتاح مع القاضي قياس الدين. القاضي قياس الدين والضابط مصطفى، ياريت لو حكيت لي عنهم من قبل. اي صحيح، وياريت انت كمان حكيتي لي عن خططك من قبل. الحرب يلي انت حاولت تشعليها هي اللي حطتك بالسجن. انا بعرف منيح ومتأكدة تماما انه شخص مثلك ما بيجي على السجن ليقول هالكلام الفاضي. اللي شو بدك؟ شو بدي؟ آه، جيت لأعطيك البشارة، رح تطلع اليوم. كمل. بالحقيقة أنت مضطرة تبقي هون باسطنبول فترة، ممنوع تغادري طبعاً لحتى يخلص التحقيق. يعني قبل ما السيد ميار يعطيك المصاري ما رح أقدر أطلع من اسطنبول نهائياً. أنا بعتقد أنك قابلت السيد ميار. برافو بوريس. أكيد، بس السيد ميار يعطيني المصاري بنفس الوقت بيخلص التحقيق، لا تقلقي. السيد ميار بيعرف شو عم يعمل. أنيتا، صدقيني أنا وإنتي بإسطنبول رح نساوي كتير شغلات رائعة مع بعض. حضرة القاضي، عندي ثقة كبيرة بعدالتك، أنا ما دخلني بهالموضوع. فردار باشا كان من الأبطال العثمانيين، دمه ما رح يروح هدر ورح نحاسب اللي ارتكب الجريمة. يا ربي انتو ليش ما عم تفهموني؟ استغلوني يا حضرة القاضي، وانت شفت انه واحدة من مساعداتي طلعت جاسوسة. من وين كنت بدي أعرف؟ أنا مطربة مشهورة على مستوى العالم، إن كنت تحبسوني ظلم، ظلم كبير. ما بعرف ليش لما منكون نحن عم نأدي واجبنا تجاه العدالة بتسموه ظلم، بينما جرائمكم بتسموها حضارة.